اسمي عبدالله عون العشي. كنت من مواليد مصر وعشت فترة هناك وبعد كده جيت على غزة هنا. على فكرة بينفعش نسمع الصوت ينساب لحاله، أنا سمعت الصوت وقلت هذا ماله، قاطع غزاوي اللي قاعد جنبي بيعطي بيت بوكس وأنا بعطي راب عربي. الكلام أول مرة هان بصير، الكلام اللي طالع هان شي خطير، يعني موهبة بتنفجر بالقلب الغزة يعني طول الأغلب في البيت بوكس اللي هو البيس لو. بس ما ينفعش ان انت تعمل بيت بوكس كله على تونز واحد. السنس عندك ان انت تركب تون على تون، هنا الفكره في الموضوع. فابتديت اتمرن على الموضوع شويه 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 لغايه لما بقيت اقدر ادخل ثلاث انغام في بيت بوكس واحد. طبعا هو في ناس بيدخلوا اربعه وخمسه، بس الموضوع عايز تمرين. بس لحد دلوقتي انا واصل لحد ثلاثه تونز في البيت بوكس يعني. بس في غزه تقريبا انا ما شفتش اي حد، ما قابلتش اي حد بيعمل بيت بوكس، فمش عارف ان شاء الله اقابل حد واقدر استفيد من خبراته وافيده لو كان عندي خبرات يعني ان شاء الله. ضلك اعطي الموسيقى وسع لبرا، ضلك اخذ بالفيديو وسع للناس، عرف العالم انه عنا المواهب، عنا الموسيقى، عنا الفن بامتياز. في موضوع الفري ستايل يعني انا كنت من زمان بفكر انه طب يعني دلوقتي اي رابر بيجي يغني بيحط بيت معين وبيغني عليه، طب ليه ما تحملش مثلا بني ادم بيعمل بيت بوكس، يعني بيعمل بيت ببقه وبنسان يغني؟ اغلب الفن اللي احنا عندنا ده احنا بنربطه بالوضع السياسي لانه جزء لا يتجزأ من الحياه بتاعتنا. فبيكون الموضوع صعب جدا بالنسبه لنا وبكون مش في مشاكل عليه يعني. These politicians not want pissing all of you haters, I'ma be catching you. Feel like a fire, someone new's gonna get hired, cause you's gonna get fired. Aha, same story, different case, some politician, different case, but I'm still bleeding since the birth of this earth. I really don't even know what we're worth, but I'ma keep going back and forth every day, back and forth every day. Muhammad Atta every day, beatbox every day, bombing every day, killing children every day. أنا طول عمري بفكر إن الإنسان ما بيتولدش عشان حاجة واحدة بس. ممكن يعمل كذا حاجة يعني. على سبيل المثال مثلا جاكي شان اهو يعني عنده أكبر يعني كازينو في لاس فيغاس وممثل وكمان مدرب في رياضة معينة. يعني الإنسان ده أنا بعتبره ناجح جدا يعني، قدر يعمل كذا مجال يعني، في مجال البيزنس، في مجال الرياضة، في مجال الفن. فإنه الإنسان الطبيعي لازم يعمل كده، لازم يكون هو في كل حاجة ليه فيها. بس في الوضع عندك هنا في غزة مستحيل تعمل حاجة زي دي، مستحيل فعلا انت تعمل حاجة زي دي. انت اخرك هنا تدرس، تخلص شهادتك، تاخدها وتعلقها عندك في الصالون بتاع بيتكم، بس اخرك. لا ينفع انت تقدم فن ولا تشتغل شغلانة ليها علاقة بالدراسة بتاعتك خالص اصلا. فالموضوع بالنسبة لنا هنا في غزة وبالنسبة للشباب وبالنسبة لأي حد عنده مواهب او طموح، يعني انا مش عايز احبطهم واقولهم مدفونة، بس انه صعبة جدا، صعبة جدا. اليد بتشد على المقلاع بتشن حرب الحجر، رب الاقلاع حجر المقلاع، راسم راية نصر بقول انت منصور، منصور لصص المصبوب مغلوب انت ناصر، بيتر ومكتوب مع القدر المنظور بالفوروعد بعد ما الجيش عتد مدروسي زرع حكام متسوسي، لنصر امي بحبوسي بعد التكسير عظام عظام، واستسلام سلام وانسجام مدام لانقسام سام، حبة للبلد حبة الجسد حوط لاربع جهات، حبة ما مات للارض ونروح للسماوات، اسحب الرصاص الصيبة من قناص المظلوم، اسحب الرشاش عن الشاشة ولف الشاش على المضروب، ملتم زيا جدرانا مشتبه بالشبه، هل الشبه من الشفاه من الكلام اللي كتبت انتبه، مكتوب اشعلها انتفاضه ما تهدوا البيت مهدوم، هتبدا عشان الدوم هنعود بالبلد نقوم. يا فري فري بالستاين، فري 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 بالستاين، فري 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 بالستاين، فري 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 بالستاين.